بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله وبتوفيقه وعنك بالله بإن آيات صد يكو إلى آيات أفرتني يشن سورة العنكبوت نبي الله اللوت قوم كيسيب الله دري وحكالها لفاحي شدي فوشة حميد أي سمين إيانا وح عالم كأقوه الرجيترين جواب تولي وحي النقطة إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله عذابك إلهي النولك هالي إن كنت من الصادقين ورمت شيئها الداتهي قالوا حولي ربي ربك يوم مركو كقوصي انصرني إيقا قرقار على القوم المفسدين قل المفسدين تأه وفاحشة انت عليك سمينة يهدنا قالا ولما جاءت مركا يتمت رسولنا الرسول شيدي لود الأصادر إبراهيم مركا يتمت بالبشرى بشارة دي قالوا وحي كي رهدين إنا أنكم مهلكوا أهل هذه القرية وقال هذا سدوما أهل كذا يعني هلاقينا محايا لإن أهلها أهل كذا كانوا وحي أهين ظالمين كوا ظالمين أهين مركا يتمت نبي الله إبراهيم بعجل سمين هي بعيل حنيد سورة هود وحنيد سورة الذاريات لما سمين دي بالصلن بو أكاني فلما رأي ديوم لا تسيل إليه إنين قعمها سارين مركو أركان يجد ما خطبكم حال الدين بلك ورما ويقوب الشارعيان ومركو ويلكي إسحاقها يقوب الشارعيان إنو قول دالان دونه وقبض ساريه دالي دونته مركو أقادي إنين فسوليهين يريدهم قلدان أن الله صدره أنه هلاقينا ولما جاءت مركي أتمت رسولنا رسول شهيدي إبراهيم بالبشرى بشارة دي وويلكي إسحاقها اللوغو بشاريني وإسلامتنا إتريا ويلتا أهل دواعنا عجوز مانوها بران دالي أيتري وليد حالة دستدا سوي وأشيغن مركي إبراهيم وقالوا حيرا إن أنا قمهلكو أهل هذه القرية مقالة سدوما أدت كذا هلاقينا بيلي محايا لي إن أهلها أهل كيدو كانوا وحي أهدين ظالمين وكوا ظالمين ووحل خر الله أرد كوكعي قال وحولي إن فيها وحا كسوغان قريضا اللودن با كسوغاني إسان سيدو قليسا لمسلم با كسوغاني قالوا وحي لهن نحن أنك أعلمكم بمن فيها عدة دحدة ذا لن ننجيينه وانبت قلينين لود إيو أهل وغير كيسبا إلا مرأته إسلانتي موي وكانت هاتي من الغابرين كو هلاك سمي كو عذاب كواري هلاك سمي نبي الله إبراهيم أواه بوها أواه وحي يعني نحريس بضم بوها نبي الله إبراهيم مركي نفير كنان هلاقينا يولي اللوت بألدقنا كوارهما هذي دال سلامه كجره وان اقنا هاي بيدهن إنو كجره سيقر هير كيسا وانا بدقلينينا إلا إسلامتي موياي إسلامتي دي قالت إلا هاي ستو مركي أي مرسيد أوتماده yi mara taagi jirto ogeysiin jirtay marka iyada mooy inta waa kaluud de amar inta la siiyay la yidhi habeenima ka bax diba soo milicsan waxa si qisadu way dheereen qala wuxuu yidhi ibraahim inna fiha qaryatan adhalaqaysan luudan ba aluud ba dhexdeeda qaal wuxuu yidhi nahnu anaga calmoog bima fiha cida dhexdeeda lanu dejiyeenahu luud waa nabad gelinay waa la wareerkiis limraato gabadha xaaskiisa mooyey كانوا ضحي قبلنا صاد من القبيلة كوا عذاب كقاري ولما أن جاءت مركة أتمد فصولنا فصول شيادي لودا مركة أتمد سيء بهم وقحهم هذا سيء أدوا فعل مجهولة لكن مسمى الله قال لغبين سيء بهم وقحهم هذا وضاق وعلي اليمين بهم بسببه درعا حق قلب قال وعلي اليمين وقالوا حيكوا له لا تخف هبق ولا تحزن هنا مرغون إن أنكم منجوك وأن كنا متقلينين يو أهلك الرير كان إلا امرأتك قبضنا هذا حاسك أموياني كانت قبضنا سوحي أهاتي من الغابرين كوا عذابك كوهري قصة الدوائد دائرة ملك أجيما الدين يؤذوا البهاري لما قبل هذا ودلوا أجيما الدين وشير كيات شوقه وحيدا معينيني كل حيان وعدد حنبات شوقه لود ملك أجيما الدين هدود دين مرسيق لي انت أجيما الدين بهرسيس وحكو بإنايا هذو لا في جلادنا ماشاء يتجمع يكون قبسنا يا تد ويل القرقرح بدم ويجوا يا ملاك ثلاجة صور دقي والبهار بأمرك كوكر راي مركزينهن وحبها والبهار أدي غير كأيوان كنا متقل يجن وانها لاقينا فراك غان ولما أجاءت مركة أتمت فصوصنا لودا مركة أتمت سيء بهم وقحهم هذا
وحين فعلك هو مجهول لكن مسموي سيء بهم وكحهم هذا وضاق بهم ونكعدين يقدرته ذرعا حق قلبه وتقول هذا هدو إلا فيدان هل كان سالقو قبسا دو فريسيين ويومنايا وكيو يمدين فدمسنا عيونهم مركين سوق لهم فدمسنا عيونهم إنه هذي بالله دبالي ملك جبريل بأن تسبات كأمري يعني إنه هذي بالله دبالي وقالوا إحنا الله تخفى بق بينهم ولا تحزنها نمرقون إن أنكم منجوك وكنا بدقلينين هذا إيه وقالك الرئير كاغ لم رأتك أبدي حاسك أهيد مويان كاردو حيك أبدا صحاتي من الغابين الكوع عذاب كواني إن أنكم منزلون ونكدجين على أهل هذه القرية مقالة انتطك هذا خجزا عذابا نكدجين من السماء السماء كأيماني بسبب ما شيء سبب تكارو أهيين يفسقونكم فسق السماء عذابك السماء كاقا يميدون انت اللقاضي أو كر لقيين يا kor keedi ba hoos laga dhigay marka saadana dhagax loogu daray madar samada ka yimid yaa loogu daray labada cadaab ba ku dhacday inna anagu minziluna waxaan ku dejin ala ahli hadii qaryada magaaladan dadkeeda fiijin cadaab oo mina samay ka ahaday sababi ma shay sababti kaano ay yabsuquna ku faasiqna ma samay allah wuxuu leeyahay wal qad tarakna waxaan kaga tagnay minha magaalada xageeda aayatan daliil weyn bayinatan oo cad liqawmi qom yaqiluna wax garana aayada laga tagay waa maxay wa bahrumayd ba hada leeyahay waa bad hada joogta weyn لكنه لا 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 شام كوسي لا 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 قوم لا 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 في الوقت الحاضر لا 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 آية دليل وين لا 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 oo cidii dambiyile ay inuu alla halaagi ah bayinatan oo cad oo waadaxo cidii martaaba ay garan li qoomi qoom baa sa uga dhignay xaqiiqooyin wax fahamsan qoliyahan waxba garaneyn de waxba u tarimaysa aayadu ila madina arsalna waxaan u diray ila madina fee madina khaahum walaalkood shuayba shuayba faqalu fil ya qoomi tulka yu'budullah alla aabuda warjul yawmal aakhira maalinta qiyaamana ka baqa rajahan waa baqdin إنه يعني إذين إما كتها لقلوه ولا تعسوها فسادنا في الأرض للك نحديث مفسدين حالات فسادنا إيسان حقا ميسك إياه وكوح ماينا مركا يددك وحكا يبسا ويكان نفسا من تيرين مركا إياه وحكا قادنا إياه مركا يددك سينا ويكان نفسا من مركا قادنا ويكان نفسا من الله ماذا قرد ميسك يحمين تيرين حدنا مع ذلك قال إهاين المفسدين بإهاين إفساد كويني قال لما مشيره في مدين أخاهم شعيب بالودن مركه وحكوري ورا الله كبق أو آخره كبق الله كبق أو تقوى السماء يستوى الله كل يعبد العبادات أخالي سيلا وقيامه أنا كتها لقال إنه إمن بقضينا هيدا كقشو وإلى مدينة في مدينة وحان أدر أخاهم ولا أركض شعيبنا فقالوا حري يا قوم قوم كي يعبدوا الله ألا عبدوا العبادات أخالي سيلا ورجوا اليوم الآخرة ما لنت قيامنا كبق أو الرجية ولا تعسوا في فسادنا في الأرض دولك مفسدين حالة فسادنا يسان فكذبوه ويبينيين فأخذتهم وحاقبتي الرجفة للقريف فأصبحوا حي أهل في دار قدوها دحوة جاسمين كوضلصا جثومك وحالي لا فروح سيدا إسوقوك وسنة سيدا ميلو يالا جثومك الليلة تلبيب بالله كذا سيدا كل توحبا ميشو جوغبو يوكل انت دولك بأنتو لقريري أودنهي جوغ سدي يا دباتور داني كل عدي زلزلة كل عدي صيحة كل عدي انت سو عذاب بقى يسوق تكتي فكذبوه شعيب ويبينيه فأخذتهم وحاقبت الرجوة بالقريب فأصبحوا حي هذا في داري بقريوه لحو الجاسمين كوير تلبيبي يا يونس سيدا أكاد الله وعادا وثمودا وعادا وثمودا نوانو هلاقني أخذتهم تاسين وقعت فينا إلى النبي هذا اللي مشي يقولوا أرسلنا على مده كانوا وعادا في عاد نوان هلاقني يو سمود في سمود وقد تبين وحايدين عداد قريشين لكم إذنك من مساكنهم قريهود وإذن عدادين لبك كتيري بلايات كل عدد قريهود إذنك عدادين وزيّن كوال لهلاقي وقرحي لهم يقع الشيطان أعمالهم عمل كوديب وقرحي كوال لهلاقي فسدهم وحكور جوكسدي عن السبيل وددي عدادين اتوصنين وكانوا وحين أهين مستبصرين كوا عقل له أركي أهين إنه وددي كل حدين ويأركيين وحن عقل قلهاي في عال وحيد قناين ماشي أحقاف الليلة وكوفرت يمنو
حد رميت بدل عاكتها حد عمان كتها دد هذا فربنا هو وين بيهاي خيس من نوادي القرى وديكن أرض حيا شام إيوه حجاز ماشي حجاز إيوه شام ماشي إسكا قبطان توقع كوي على وين من القرى وادي القرى بله مقالوا إن كيسا أبدًا برواق وين مركا هذه قلة القرى سهاد القرى كسر دقو حالين تواضع ركتن قريه هذا ثم إذا ما رسيت أقول باب إيه وين باب إيه رعاد قريه هيجلي شيرين يا سيدي وشوقه أي بوراه كسر ميسان كور هس نبي صالح نواصي ذاك الأول أهلكنا وين هلاقني أخذتهم الرجفة تبع قبطي قلدي نبي شعيب هي وعاد رعاد وسمودة وقد تبين لكم وإذين عداد من مساكنهم قريه هذا لبكي لعبة إذين عداد داد قريش تهين دينقنا آيات كوها كسوة دكتور إنقنا وإن خصيصاي وزينا لهم بحو أغرحي أشيطان وشيطان عمالهم عمل قاضيهما فسدهم بحكور جعلي سبيلي وضادي عديد وكانوا وحينا هاي مصطف سيرينا كوح قرن بيهاين الدقم ما هاي كوح قرن وحركي هاي وقارونا نوانو هلاقني قارون إيو فرعون إيو هامان ولقد جاءهم بوي متصدح له موسى موسى بالبينات حجويا عدعد بأليم فاستكبروا ويكبرين في الأرض دلتهي كبرين وما كانوا ما أين النقن السابقين قوة بحسن كرة أو نجا بحسن كرة ما أنا النقن لما كان سوي كبرين قارون والنبي موسى نذيرك وأنك حولها كبرين فرعون وأنك إله لماذا شاكتي همان ووسير كيسي وحول بوفلينين أنت كبرين يا الله عقابتي سمر كيسور لعدي يبحسن كرة واي ما بحسن كرة عقابتي الله كل لعدي فرعون يدت كيسي هل ما علينا ساعد جذهت بغرقامه يجو بغلال كنا قارون الدلك عيسي حوله سو كبرين يا الله قاي الله سبحانه وتعالى وقدر ديس وقارون وانه هلاقني بقال يري يو فرعون يو هامان ولقد جاءهم وقيمن موسى موسى بالبينات حجويا عرعط يؤليمن فاستكبروا ويكبرين في الأرض قال لما يفساد بيكفا فيه وما كانوا معين النقر السابقين قوة بحثة أو الله كبحثا كانا ما نقن هو بحثة ما نقن فكل دمان أخذنا وحن أقبل بدمه دمه فمنهم وحاكم إذا من أرسلنا أن كدر عليه حاصبا ورهي عاد دويل كلون أو قرور حوضتها القدر ومنهم وحاكم إذا من أخذته أقبته الصياحة ورهي سمود ومنهم وحاكم إذا من ضد خسفنا به أن لقوين الأرض للك وقارون ومنهم وحاكم إذا من أغرقنا كواء ما شيني وفرعون يهامان وما كان الله ألم معها مركو عقابتها كرهي ليظلمهم كي ظلمي معها مركو عقابتها كرهي ذا ويمتين ولكن كانوا إيقاءها أنفسهم نفطة ذا يظلمون كوى ظلمي بركة ليليها نفسي سو ظلمي دنبي إساق عقابك وقاره وأمركو سمعي سلا أين أفا سري بارون قل يا وحيدهن منهم من أرسلنا عليه حاصبا واللوط يمدين قل يا يدي ما شاهره واللوط يوا ثمودنا كواجن سيدان اينو ندي قولدي نبي لوط دباتدي كو دحد وينو سو مري نبي نوح ماشي كوان بينو مغر اغرقنا مركلين نبي نوح قوا كو سو داري قوليا كو سو داري نوح راانو سو مري انتر وا سيدان حدا اينو شيغني با اوغو فرون ان شاء الله فكلن دمان اخذنا وحان او قبن بيدنبي دنبيسي فمن محاكمه من دد با كمد ارسلنا عليهم ان كنت حاصبا دبايل كولل او سرسرا وقرور حوضتها ورعاد ومن حكم إذا من ضدبا كم إذا أخذت ساحته دواقي قيلة أي كل عليه ورهي سمود ومن من با كم إذا خسفنا أن لقوا نبيه سقع الأرض الركة وقارون ومنهم حكم إذا من ضدبا كم إذا أخرجنا عن ما سيني وحوي فرعون وليا نوح كسى ودري نوح وبصوم الريبة وما كان الله ألم معها ملك عقابي ليظلمهم كي ظلمي ولكن كانوا وحيانا أنفسهم نفطوا ذا يظلمونك وظلمون قصة ذا وحالين وقشين قف الله قفك التمرد سمايو ألاك دينا إن عقابي ميل أولوطاي ساسا قصة ذا اللي نوقشين انت وفي عنيد بال إنوشين ماشان وحالين وشين ذاتك وحان اللهين عابدة قيمها إليهين مثل الذين كوي استفادوا اتخذوا سمايس من دون الله ألا غيك أولياء وليال أكال ما يسمايس عابدان كمثال العنكبوت وباش عار عارض اللي يراهذ أكله تاسو اتخذت سميسة بيت جوري سميستين وإن وهن البيوت جريها قوة وضع يفسني لبيت العنكبوت وعار عارض جوري جذ يكروا يعلمون هذا يقرن أيام
waxan ma caabudeen waxa lay dadka sanamka caabuda waa guri caaro oo kale caarada gurigeedu waa waxan xuqooda aragtay waa xaluufteeda dhacaan iyada ku jiray ka sameyn kuleelka celin maay qabowna ka celin maay wixii soo horreen ka celin maay oo kaliya wuxuu u taraa daqsiga uu qabta daqsigu markuu doolay inta kaliya u taraa marka nin waxaan Allaahay caabuday waa guri caaro oo kale wuxuu guri caaro oo kale nin dugsi ka day ka war laakiin Nabiga Ilaahay Muhammad markuu godki qaaro sawir galay sagay Abu Bakar Siddiq caara dusha ka saartay marka had difaacada ma lahayn inaan meeshan waayahan soo marin say quraysh u fahmaan bay ahay qolayna way timid oo raadkoodii ku socsocto baabaysay caaradiina godka afkiis yey sida u dabashay marka meesha waayahan dadba ma iman nibi ninkay deydayna waa nin xalay soo guuray xalay meesha galay ninkay deydaya marka caaradu bariga waxbay tartay Allah wuxuu leeyahay masalu alladina ku sifadood macnaha waxa la misaalinaya waxaan Allaahay wixii caabuda waa caara gurigeedo kala way sida caara gurigeed uu waxba u tareeynin iyo ninku aan sir waxba ugu tareeyin waa misaal cajiib ah masalu alladina ku sifadood ittakhadhu samaysa min duni illahi alla ghayrika awliyaa waliyal u kaalmeeya way caabudaan kama salil ankabuuti caara caara oo kala way ittakhadhu samaysa baytan guri samaysatay umbay lamidiinde sida caarada gurigeed waxba ugu tareeynin yani kuwana waxba ugu tareeynin wayna wahanal buyuti guriyaha kuwa ugu daciifsani labaytul ankabuuti wa caarada gurigeed marka wax la magan gala kuwa ugu daciifsanina wa salaamtaad caabudaysa لو كانوا يعلمون هذي قرنيان ما ينعبده إن الله الله سبحانه وتعالى يعلم في أجيه ما يدعون وحي عابده من دونها إلا غيرك أو من شيء وحونه وحي دونها هذا وهو ألن العزيز كغالب والحكيم وفلسنه إسقى إلا عابد مطي كعزيز كحكيم يلا عابد مطي وحي عابده يعني ألا هو أجيه وحقيمة لماها من شيء كمرك لليه وحي عابده بعابده لقحان يقيري إيه xoolan oo iyo wax saata cabid hada hindida waxa laga cabdaa lo'da waxa lagu leeyahay wadooyinkoodu way waawayn yihiin marka wadada labada haad dhexdooda cawsba ku yaalo lo'da soo ku soo foof dibi haduu wadada soo galo baabuur mari kara ma jiro baabuur dhig laga siin karaan ma jiro halka umbay taagnaan ila dibgu wadada ka tago waa hindiya xagga waa sidaa way marka nimba wuxuu caabudi jiray waxaasna waxba u tarimaay Allah wuxuu leeyahay inna Allah alla ya'lamu wuxuu ogyahay ما يعبدون وحي عابديان ومن دونه ألا غيكم من شيء وحونه الله باو قيمة الأنتيس وهو ألا العزيز خالب وي الحكيم وفلسنه إسقى إلا عابداء وتلك الأمثال وتلك تا الأمثال التصاليالك نضربها وحانو عدين للناس الدتك وما يعقلها ما فهمان إلا العالمون كو عالمون تأمويان ماشا لو فهم هاي ننكيون ليس العلم بكثرة الرواية حسن البصري علمك كتب ما نغرسي ما ولكن نور يدعه الله في قلب من يشاء ونور إلهي قلبك قليه عالم وحاء قفك ألا عابد كليه هبال لك علم بنان علمك لا هبال لك علم بنان قفك أليه سقرتها كاوبا عالم عالم كلمتشه إميش اللومتشه ذو قفك علمك بذن اللومتشه الله وحوليه وتلك تاتي ألم سالة تصاليالك نضربها وحانو عدين للناس الدتك وما يعقلها مبفهم تصاليالك إلا العالمون الدتك علمك المويانه oo allahooda garano waxa yaqaanin ku amal falay khalaqallahu allahu abuure as-samawati samooyinka iyo wal arda dhulka bil haqqi dabbu wa abuure hikmad bu abuure uma abuure la lilab uma abuure in fi dhalika dhulka iyo ardada la abuure waxa ku sugan la ayatan dalil weyn lil mu'minina dadka mu'mininta la subhanahu wa ta'ala in badan bu quraanku samada iyo ardada ina soo hordhiga waa labada shay imar kaliya aan kaalibdeenin hadaad jeefto iyo hadaad fadhido iyo hadaad taagan tahay aan mar kaliya kaalibdeenin way oo arkayso waa labada shay cid sheegata ilaaha dalalaya cid ardada iyo samada waxaan abuureey ana wax ka tarayna wax kulli ilaaha dalamahay saasalino soo hordhigay marka allah samada iyo ardada abuurey waa calaamo weyn oo inuu ku garano inaan la caabino oo alla kale jirin inuu ku garano allah samada iyo ardada abuur hadii waswaas ruuxu ku yimaado waa inuu samada iyo ardada eego oo u garto samada iyo ardada ka abuurey inuu Alla yahay oo garto wax qalaqallahu Alla wuxuu abuuray as-samaawaati samada iyo al-arda bil haqqi hikmad iyo dabbu wuu abuuray in fi dhalika samada iyo ardada abuurkooda waxa ku sugan laayatan daliil weyn lil mu'miniina dadka mu'miniinta Nabiga Ilaahay Muhammad waxa lagu yiri utlu aqri ma ki wuxii ilayka loo waxyado min al-kitaab kitaabka quraanka ah
واقم الصلاة صلاة دنا أوك أو صلاة الله إمام محايا لأن الصلاة صلاة تنهى وحيكن هي عن الفحشاء حماتي والمكارب كان هي نبي الله محمد وحالي القرآن كأغري أغري وورد أهانو أغري ودعو أهانو أغري وضدك أشهد أو أشرح أو صلاة دحنا ذكو أغري قرآن واقم الصلاة صلاة أوجد يدو حوي إن وقت جيدا لتكذو لا إلى عليه شروط هذه أركان هذه يوحي إلى هذا إلا إلى عليه صلاة أوجد يدو واسدة مسألة أن صلاة فحش هي منكر ينهي تفسير كأوقف عن وحوي يقف مركو صلاة دائمة إلى صلاة كل جد ووعد صلاة مركات كتير تأفر ترك عدود أما الله بدر عم صدع ترك عدود وح كلا أضنه كسوه قال ملك ذيك ألم بعد كتير سه قفك صلاة دائمة فما أنت وكتير حد مركو تكذو دي الله كفكره الله وين ذي كفكره أو صلاة دمنا تكذو فما كف كوك ما يقف كاسي نبي قال وح الله شيء ويل ترى صار هذا إنتو صلاة تكذو هدنا توجه هو حول بس مايا يا الله شيء صلاة دم تكذو بقول ويكن نهي دون تابول مالك الدنباء إلهي توبتي سوى فتي مركز صلاة حمانتي النهي معناه ذو حوي قفك الدائمة حمان كوك عمايم حيا المركز صلاة قلب الله كله في كده الله هر تاجي والله تسلية وحسوس أنا ينو الله هر تاجي دب دم حمان وصمين ما يقف صلاة تكل بسبب لي أن ملك أركي نبا جبر كوي رأب كفر حماية جبر دد جبر مسلم يا هيدا أنت كتك تي وديدي ينك هذه كتري نبا سائقو يري وحلو عاد كتير أوام كييري أفرت الصبحات نكاي جلتك واي هاي بود أفرت الصبحات مركو تكذب أراد أقول تقو كالي حمان في سمان إلهي وكبر قلبي لمركا قصاء الملك أركيوي ومال كتاب بقرأي مركا معناه وحن كودنا تفسير كل قلدو قليين باتشيرو قليا قليينو نكو مركو السلاة دا كتير حمان سمين ماي تاس عقلي قلما نسلاة دا كتير حمان سمين ماي معنى وين سمين ميسا تاس سلاده حيكنا هي قفك الدائمة حمان أردو كتك وكين إنقنا سواديك هادة تكالي ما بانتي إسكدا إنقنا إلهنا ما ها سلادي بالقوانين يا روحي قتل أغربا لي ما كي وحي إليك اللوح يدو من الكتابة وردهان وأغري داد كان أشيك وأغرب السلاة سلادنا أوك مركا نبقى أمر قار الله سينا ومدى قار سيبا للي سلاده أوجد يدو وصاء سيقنا وقت قيد الله إلالي أركانت هذه شروط ده إن الصلاة صلاة تنهى وحيكن هي ذاتك عن الفحشاء حماني والمنكر قف صلاة كذي وشو وقتي أما طبعا وقتي كذي حماني نكفك رسول قلما ولذكر الله ولذكر الله ألا ذكر جيسا أكبر وين لما سيوات بالغو فسرا صلاة أو ذكر صلاة أو ذكر هذا الذكر ألا إيادة كل حسرا يا وحوين وسيوين ذكر ألا إيادة كل حسرا قرآن كالأغري يا وحوين صلاة جودها هو وحوي لكن ذكرك كل حسنة يا وح الله قبل الهلي والإنسان يكون فسنة قل يا روحي له ولا ذكر الله مصدر المضاف إلى فاعله إلهي ذكر جيس وإذ الحصية والرحمة إذا كل حصية يا ذكر جاد إذا كل ذكر إنسان الله كل حصية إنسان كوي قل يا إنسان سيدهني مركا السيد هرب هذا كدينه ولا ذكر الله ألا ذكر جيس صلاة كل حسنة يا أكبر وحوين هو وحلوه قال لي والله الله سبحانه وتعالى يعلم وحوقها ما تصنعون وحد سمين إنسان قول يفعل وحل وحد سمين إنسان ألا أقعد كأبر مرندون والله سبحانه وتعالى.